اهو دخل اونلاين. متاكد ان ده الداتا اللي عنده الافلام؟ ايوه طبعا متاكد، انا جبت الاي بي ادرس بتاعه والفيسبوك كمان. طب تمام قوي، هنعمل ايه؟ هنحاول نثبته ونلغيه لغايه ما نجيب منه بقيه الفيديوهات. طب يلا يا طاهر كلمه، مستني ايه؟ اكلمه منين؟ انا عندي فكره، انا هخش على الاكونت بتاع مونيكا ونجره ونقع على عمله وشه. مين مونيكا دي؟ هتعرفي دلوقتي حالا. كلمه. هاي يا جيجا، اسمك لطيف قوي. لا لا بايزين. انا شفت الفيديوهات اللي انت كنت منزلها على سايت الابلود، خصوصا الفيديو بتاع البنت الشغاله والراجل السايح الامريكاني، عجبني. عندك منهم تاني؟ وبتتفرج عليهم لوحدك يا شقي؟ عايز اسمع صوت مونيكا. طب كلمهم، انت على طول بتعمل صوت مونيكا في التليفون، ايه المشكله؟ انا مش قادر اركز بصراحه. عليا انت اعملي كده، خرجوني بره قله الادب بتاعتكم دي انتوا الاثنين. عليا عشان خاطر ادم. اسفه يا طاهر، مش هعمل. يا جماعه بقى مش وقت الكلام ده، الموضوع على بجد. ابعتوا الرقم. اتكلم. الرقم انا هبعت له الرقم، معلش عشان خاطرنا. 010 رقم غريب اكيد هو. علي الو. لا لا لا، ايوه انا مونيكا. صوتك حلو قوي يا روح الروح. ميرسي خالص. قولي بقى، عندك كم فيلم من دول؟ عندي يجي 100 فيلم كده. 100؟ دول كتير قوي. مفيش حاجه تكتر عليك يا روح الروح. طب ممكن تسلفهم لي؟ اسلفهم لك ليه؟ ما نتفرج عليهم سوا يا روح الروح. ده انت باين عليك شقي قوي. انت لسه شفتي حاجه؟ طب ممكن اشوفهم الاول وبعد كده اقرر. اشمعنى يعني الافلام دي؟ يروح الروح. ايه روح الروح اللي انت عملته؟ اللي انت عملته قولها لي دي. وبعدين يعني السايح ده في حاجه شدتني مش عارفه ايه هي. هو انت بتاعت سياح ولا ايه؟ ايه بتاعت سواح دي؟ ما تنقي كلامك. وبعدين انا ممكن اشتريهم كلهم منك بالمبلغ اللي انت عايزه. طب بصي، انا هحسب حسبتي وارد عليكي. طيب اوعى تتاخر عليا، هستناك. جيجا، لا اله الا الله، محمد رسول الله، باي. معلش معلش معلش، ما انت طلعتي بتمثلي اهو بقى، ما عاملنا فيها قمطه ليه؟ انا شخصيا صدقتك. اصلا انا اتعودت لما اعمل حاجه اعملها صح، ما اعملهاش خالص اموت انا في المبادئ. الله يخرب بيت امك، او الحوار ده كله بسبب غباوتك. خلاص بقى يالا، انت كل شويه تقطمني يالا ولا ايه؟ اخرس خالص، ولما يجي ما تفتحش بقك، سيبني اخلص معاه، فاهم؟ وانا من امتى فتحت بقى يا زفت انت؟ يا اخي يا غباوتك، هو اتاخر كده ليه؟ اسكت احسن الراجل جاي. هنضف صباح على اوسخ ناس. الهارد فين؟ فلوس فين؟ اشوف الهارد الاول. ماشي، هارد اهو. وش ضمني بقى انك ما عملتش نسخه تانية عشان تقيدنا عليها؟ والله كل شيء نصيب. لا ما احنا مش لعبه ولا شخشخه في ايدك، اروح امك. بقول لكم ايه يا غالي، انت وهو الهارد اهو، خلصوا وهدوا الفلوس عشان تاخدوا الهارد بتاعكم، ولا انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين الهارد بس عمرك معاه. اولاد الكلب. وبعدين يا شوقي؟ عاطف بسرعه هات العربيه، خلينا نلحق الجثه دي. خرب بيت امك، واحنا هنشيل الوزن ده كله ازاي؟ خش هات اللي قلتلك عليه. يا ابني ليه دوختني معاك؟
يا بنتي انا خايف عليكي. بابا انا قررت خلاص، ارجوك بس ساعدني في اللي عايز اعمله. ايوه بس دي مغامره. بابا انا قررت خلاص، لو سمحت ما تقلقش عليا، انا فاهم انا بعمل ايه. ايوه بس دي مخاطره. اطمن يا بابا انا مرتبه كل حاجه، ادعيلي انت بس. اطمن عليك ازاي بس وانا حاسس انك في خطر؟ طب انا هكلمك كل شويه وهطمنك عليا، اوكي كده؟ يلا بقى يا بابا انا ما ينفعش اطول اكتر من كده، هتاخر عشان الحق. باي. ربنا يحفظك من كل شر يا بنتي. يا منصور ده لغايه دلوقتي مش شايف اي حاجه تشد ولا حاجه جامده يعني. هو ذوق خدامينه قوي. اه جيجا على رايك والله منصور، ده اكيد اللي عايز الافلام دي منك ذوقها نفس الجو ده، ما امزجهاش. ايه امزجه؟ دي مزاجها عكر قوي، مش مستقنص خالص يا عم. جري اعمل معروف جري. ايوه بس ايوه يا عم، هات لي البنت البيضة الحلوه المقلوظه دي. عناية. يا سلام، اخيرا الشاشه نورت يا جدع. لا يا عم، جري لي المقدمة وخش في المفيد على المستقنص على طول. عناية. ايه ده؟ لا 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 لا. ايه ده منصور؟ دي خناقة دي ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده جريمة قتل يا جيجا. قتل؟ بتقول هتديني الفيلم ب 200 جنيه؟ يعني 200 في 100 ب 20,000 جنيه؟ لا 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 لا، لازم تكرمني شويه مش كده؟ وبعدين يعني انا ممكن انزل الافلام دي من على النت، بس بقول اوفر وقت ومجهود. ايه ده؟ مش هلاقيهم غير عندك؟ طيب يا سيدي خلاص، انا جاهزه بالمبلغ. جهز نفسك انت وقول لي هنتقابل امتى عشان نسلم ونستلم. اوكي؟ ماشي يا روح الروح، باي. قال لك ايه يا علي؟ قال لي هيجهز اموره ويكلمني. وبعدين انت ازاي تضربني كده؟ معلش معلش، انا خايف قوي يا جماعه اللي يفلت من ايدينا. يفلت ايه يا ابني؟ الناس اللي زي دي هي الفلوس هي اللي تجيبها. طب صحيح احنا هنجيب الفلوس دي منين؟ ما تقلقوش، انا بكره هروح اسحبهم من البنك. ايه ده؟ معقول يا كريم هتدفع المبلغ ده كله من جيبك؟
يا جماعه انتوا بتتكلموا ازاي؟ ده ادم ده اخويا، وبعدين لازم اقف جنبه في زنقته، وبعدين ده احنا بينا عيش وملح يعني. الراجل كيمو كان عنده حق يا ادم، اما كنت بقول عليك سيس كان بيقول لي لا الواد ده راجل وجدع. بس بقى عشان جسمي اشعر وهعيط. طمن على اهلك يا ادم، هما كويسين. انا بسال عليهم على طول ما بسيبهمش. استعبوني المره دي قوي قبل ما اقول لي عنوانك. معلش اعذريهم برضه، ولا ابنهم هم قلقانين عليا وما صدقوا يطمنوا عليا في اي مكان. ما كلنا قلقانين عليك يا ادم، ده انا ما صدقت اطمن عليك، ده حتى الضابط بتاع امن الدوله اللي اسمه هشام جالي الاتيلي وكان عايز يطمن عليك. اوعى تكوني قلت له حاجه. لا طبعا انا مجنونه، انا شعرفني يكون بيمثل عليا عشان يستدرجني في الكلام ولا حاجه. بس هو في اخر القعده ساب لي نمره التليفون وقال لي لو عرفت عنك اي حاجه بكلمه. معاكي الرقم؟ اه انا جبت لك الكارت اهو عشان تشوفه. خليه معايا. هتعمل بيه؟ هقول لك بعدين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا. ايه يا ادم؟ ايه يا حبيبي؟ انا قلبت عليك المزرعه من لقيتكش ليه؟ انت كنت فين يا ابني؟ رد يا ادم. نانسي يا خير. اه نانسي بتاعه الحادثه. طب اقعدوا اقعدوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بالمناسبه ادم كلمني عنك كتير، بس كالعاده هو ما بيقولش كل حاجه عنده. ما قاليش على حاجه مهمه جدا. ايه؟ اولا ما قاليش انك زي القمر. نمره اتنين ما قاليش انك راهبه. لا انا مش راهبه، انا لابسه اللبس ده بس عشان اعرف اجي هنا. خلاص يبقى انا موافق من حيث المبدا. موافق على ايه؟ ان احنا نتخطب فتره صغيره كده، نتعرف على بعض وبعد كده نعمل اكليل. اهلا وسهلا بيك يا بنتي. اهلا وسهلا، نورت الدنيا كلها. مش معقول اللي بيحصل ده، الموضوع زاد عن حده قوي، وانتوا واقفين مكانكم محلك سر. يا فندم الموضوع طلع اكبر مما كنا نتخيل. المساله مش مساله تنظيم بيضم عناصر اسلاميه متطرفه وبس، لا ده في مسيحيين كمان. صحيح في مسيحيين، لكن مشتبه تورطهم بصله مع ادم، لكن ده مش شرط خالص ان يكون في تنظيم سري ولا حاجه. بص سعادتك، انا شايف ان دي جريمه قتل عاديه جدا وخدت اكبر من حجمها. انا لما اقول في تنظيم يبقى في تنظيم، وراعي دايما يا هشام يا مذكور اني رتبه اعلى منك واعرف عنك بكتير قوي، يعني لسه بدري عليك كتير كتير قوي. مش بالادميه يا باشا. وبعدين انا لو ما كنتش ضابط كفء ما كانوش عينوني في امن الدوله، كانوا حطوني لمؤاخذه في المطافي. وبعدين كونك رتبه اكبر مني ده ادعى ان يكون في احترام متبادل ما بيننا، مش كل شويه اهانات 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 وانا اسكت واقول معلش رتبه اكبر منك. مش هينفع كده يا باشا. بقول لك ايه يا هشام مخوف؟ انا منك ليه؟ انت هتتخانق قدامي ولا ايه؟ اطلع بره استناكوا لغايه ما تخلصوا خناق. وبعدين يا سيف في ايه؟ انت هتوترني اكتر ما احنا متوترين ولا ايه؟ اهدى شويه. أنا آسف عليك، متوتر جدا الفترة دي، هو عندي مشاكل كتير. شوف يا سيف يا حبيبي، لو أنت حاسس إن أنت تعبان ممكن تستريح ونشوف أي زميل تاني يكمل مع هشام. لا 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 لا، كمل يا فندم، القضية دي بتاعتي ومفيش حد هيقبض على ابن صبرة ده غيري. وأنا في الليلة دي يا قاتل يا مقتول. هاي كريم ازيك؟ هاي نانسي ازيك؟ خير؟ انا اسف جدا طبعا انا جيت في وقت غير مناسب. لا يا ابني ده انت تنور البيت بيتك. واضح قوي ان احنا قربنا من دليل براءة ادم. بجد؟ ازاي يا ابني؟ هات الكمبيوتر بتاعك عشان لازم افرجك على الفيديو ده، ضروري قوي. سمير مصالح مش بيرد عليا خالص، وعلى فكره دي مش عوايده معايا. متشغلش دماغك يا صاحبي، هتلاقيه ساحب له موزه مقضيها بعيد عن الناس. طب وبعدين؟ والعمل؟ ما تقدرش نفسك، اديك عرفت الافلام دي عايزين يشتروها منك ليه؟ وكده ممكن يكون فخم البوليس. ايه يا نهار اسود، بوليس؟ لا هو انا كده بقى قلقان وخايف بجد. مش هو ده ريتشارد الامريكي؟ اه هو. واضح انها ضحيه من ضحاياه. انا كده اتاكدت ان الراجل ده ما كانش حاطط الكاميرات دي للمراقبه، كان حاططها عشان يستدرج البنات بتاعته. ايوه طبعا، وانا يوم ما طلب مني اعمل له اماكن الكاميرات في بيته قلت في حد بيعمل مراقبه جوه بيته. اديك عرفتي. المهم دلوقتي ان الفيديو ده معمول له ابلود على النت. ايه يعني؟ ايه يعني؟ حضرتك اللي معاه الفيديو ده معاه الهارد اللي عليه الجريمه متصوره كامله. اكيد طبعا. دلوقتي انا بتكلم معاه على النت وحاولت استدرجه
واتفقت معانا نشتري منه كل الفيديوهات دي بسعر مغري قوي. هو مين الراجل ده؟ هو الحقيقه انا معرفوش، بس يعني اللي انا شايف ان هو على النت اسمه جيجا. اكيد هو ده اللي سرق الحاجات بعد ما احنا خرجنا، ومن ضمنهم الهارد ده. مش عارف، بس انتي بجد لازم تساعدينا. اوكي، بس هساعدكوا ازاي؟ تيجي معايا النهارده، وجودك معانا هيبقى مهم جدا. ماشي، هي المقابله دي امتى؟ كمان ساعتين. خلاص اوكي، اجي معاكوا طبعا. لا يا بنتي، انا اقترح يعني انكم تروحوا للبوليس الاول، بلاش تخاطروا بحياتكم مع راجل مجرم زي ده، ممكن يكون مسلح. طمن حضرتك، انا اتفقت معاه خلاص ان هو هياخد فلوس والموضوع هيخلص ودي. عشان خاطري يا بابا، ما تحرمنيش ان انا اساعدهم في اي حاجه ممكن تلحق ادم عشان خاطري. حاضر حاضر يا بنتي، بس تخلي تليفونك مفتوح على طول عشان اعرف اطمن عليكي كل شويه. اوكي. اطمن يا انكل، معاها رجاله. تليفونه مقفول، هنعمل ايه؟ يمكن خلاص على وصول. على وصول ايه يا جماعه؟ ده ميعاده بقاله ساعه كده، متاخر علينا. انا خايف يكون شك فينا وبيتهرب مننا. فكروا بسرعه عشان لازم نشوف حل، احنا واقفين في الشارع. طب نستنى شويه يمكن يجي. ولو ما جاش فلا الله ولا فلك بقى يا اخي، اكيد ان شاء الله هيجي. اللي انتوا شايفينه انا هعمله، عايزين تعملوا ايه؟ مش عارف، نستنى شويه كمان. لازم نستنى، ما نقدرش حل تاني. خلاص نستنى. الو، ايوه يا هنا، ازيك؟ انا نانسي. عامله ايه؟ بقول لك ايه، انا خلاص رتبت لك الميعاد اللي كنت وعداكي بيه. ركزي معايا، قابليني الساعه 1 بالظبط في الحمام بتاع محطه مصر. 1 بالظبط يا هنا، وخلي بالك لحد يراقبك ولا يمشي وراكي، ما تتأخريش. اوكي ماشي حبيبتي، مع السلامة. حاسس ان الراجل ده حس من ناحيتنا بقلق، وده اكد لي ان هو اللي سرق، وفي نفس الوقت قرر ان هو يختفي عشان ما نعرفش نوصل. لا بس انا عندي راي تاني يا معلم، الراجل ده مش هو اللي سرق، لان لو الراجل ده هو اللي سرق كان هيداري الفيديوهات دي عشان يداري على جريمته وفضحته. انا مع طاهر في الراي ده، هو ما يعرفش اي حاجه عن الجريمه، لانه لو كان يعرف ببساطه ما كانش هيتجرأ وينزل اي حاجه منها على النت. عموما احنا هنفضل وراه لحد ما نجيبه. يلا يا طاهر علشان ما نتاخرش على الوقفه والنبي. وقفه؟ وقفه ايه؟ وقفه احتجاجيه عاملينها جمعيه كلنا ايد واحده عشان غلوا الاسعار، وتحديدا اللحمه. هو انت كمان انضميت لجمعيه كلكم ايد واحده؟ واشمعنى بتقول اللحمه كده بحرقه؟ عشان ما باكلهاش يا كيمو. يعني انت لازم تاكل لحمه؟ كل فراخ، كل سمك، اشمعنى اللحمه يعني؟ لا، ما الموضوع اكبر من كده يا كيمو، حكومه بلدك نجحت ان تخلي كل الشعب نباتي. سلامتك يا امير. الو، سلام عليك يا اخويا. مالك يابا؟ بس كفى الله الشر. الدكاتره بيقولوا لازم عمليه في القلب، لو ما تعمليش بسرعه في خطر على حياته. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. هذا الشر عليك يا اخويا، ربنا يبعد عنا كل شر يا رب. ما في شر اكتر من اللي انا فيه. ربنا يزيح عنك وعننا عم امين. تعرفوا، حاسس ان دي اخر مره هشوفكم فيه. لا يا اخويا ما تقولش كده، بعد الشر عليك. ما تقولش كده يا ابو النبي،
حقك عليا يا أخي، أنت اللي وجع لي قلبي، حقك عليا يا أخي. بس عليك ما تقولش كده يا أمين عشان خاطري. هو الصغير يا صبرا، وأنا مش هلحق أعيش له، مع الأسف مورستوش غير عار هيعره بقية عمره. حقك عليا يا أخي، انا فشلت ان انا اقول لك الاب اللي بتتمناه. يابا انت ابويا وانا بحبك زي ما انت مهما عملت. انا ما عملتش اللي كان مفروض انه يتعمل، ما قلتش للغلط لا، رديت بالظلم وتطيت ومشيت جنب العيد عشان اعرف اربيكم. ظلام أما الظلام وركبت الموجة عشان أخليكوا تعيشوا مبسوطين حبتين، ومش بس كده ده أنا رحت لربنا لحد بيته وتمنيت إنه ينجيني ويسترني. في بجاحة أكتر من كده؟ في بجاحة أكتر من كده؟ بس أنا كنت عارف إنه غفور رحيم راح يسامح. طبعاً يا أخويا ربنا غفور رحيم وبيسامح، بس ما تتكلمش أكتر من كده، ما تتعبش نفسك. سيبيني يا صبرا أتكلم. أنا عشت كاتب في قلبي وجع لحد قلبي موجعني، والكيل طفح. صبرا أمان عليك، وصي العيال، وصيهم يقولوا للغلط لا، وما يعملوش زي أنا ما عملت. فهميهم إنهم ما يرضوش بالظلم ويقولوا للغلط لا، فهميهم وخلي بالك منهم. ربنا معاكي، ربنا معاكي. أمين آدم. إيه اللي أنت عملتيه ده يا نانسي؟ إيه اللي جابك هنا؟ مش عايز تشوفني يا آدم؟ هو ده اللي بينا؟ بدل ما تديني فرصة أقف جنبك في محنتك؟ ليه؟ ده أنا عمري ما تمنيت حد قدك، إزاي ما بقاش جنبك؟ أنت مجنونة يا بنتي، أنت عارفة أنا بحبك قد إيه؟ بس أنا بجد ما بقتش عارف الصح من الغلط. أنا عمري ما هسيبك يا آدم، حتى لو انت سبتني. الموضوع مش فتح صدري هنا، انت عمرك تعرفي عني ان انا مش جدع؟ انت اجدع واحد في الدنيا. طب عمرك سمعت عن واحد جدع اناني؟ مين قال انك اناني؟ وهنا لو علقتك بيا ابقى اناني، انا عندي مشكله كبيره هنا، انا مش يومين ثلاثه وخلص مشكلتي. انا ما يهمنيش حاجه، اللي يهمني انت وبس. انا عمري ما هكون لحد غيرك. انا فتحت عينيا لقيتك، شفت الدنيا بعينيك، ازاي بعد كل ده تقول لي خلاص اسيبك؟ ازاي؟ انا تعبانه قوي. انا تعبانه اكتر منك.
تعبان اكتر منك والله العظيم، بس ده قدري. بقدرك انك تحبي واحد ميت. امشي هنا، روحي روحي، يلا امشي 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 هنا. غصب عني غصب عني والله. امشي عشان خاطر عشان خاطر امشي. هنا ليه عملت كده يا ادم؟ عشان بحبها. الله يرحمك عم امين، الله يرحمك عم امين، الله يرحمك. آدم الحمد لله على السلامة حبيبي، عامل ايه؟ انت بتعيط يا خال؟ لا لا حبيبي مفيش حاجة خالص. في ايه مالك؟ المهم انت عامل ايه؟ كويس؟ مش كويس. معلش معلش يا حبيبي، بكرة تروق وتبقى زي الفل. بص يا حبيبي، لو في حد اداك امانة ورجع يطلب الامانة دي منك هتديها له ولا لا؟ اكيد هديها له طبعا. طب تخيل بقى ربنا هو اللي اداك الامانه دي، وربنا عايز امانته، ياخدها ولا لا؟ في خير بقاء الله. ابوك تعيش انت. بركة فيك أحمد، اجمد كده بقى اجمد. شوفي، أنا سمعت عن اللي قتل أمه وسمعت عن اللي اغتصب أخته، لكن بصراحة أنا أول مرة أسمع عن واحدة تفضح أبوها وتسجنه. والله يا فندم اللي تربيت عليه إن اللي غلط لازم يتعاقب. يا ريت كان في زيك كتير أفندم. على فكرة أنا ممكن أسجنك، ممكن أسجنك بسبب الوقفة الاحتجاجية اللي أنت عملتيها أنت وزمايلك عشان غلاء الأسعار، وعشان كمان كان في خسائر كتير، بس أنا مش هسجنك. عارفة ليه؟ لا مش عارفة. عشان انت بنت جدعة جدعة وبتقولي الحق. خليتيني حيران، ما بقتش عارف احييكي ولا اسجنك. افهم من كده ان حضرتك معانا في مناهضة غلاء اللحمة؟ مناهضة ايه؟ المقاطعة هي الحل، مقاطعة على طول. بس ده بيني وبينك عشان مش عاوز مشاكل. ايوه يا عامر. ايه؟ لا طبعا حاولت امنعه باي طريقه لغايه ما اتصرف واجيلك. خير يا نانسي؟ ادم بابا توفى ومصمم ينزل ياخد العزم. راح فين؟ هروح الحقه قبل ما يتجنن ويعملها. مسكين الولد ده، ربنا يصبره. انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده وايه اخرتها دي. يا شباب معاك. ها ايه الاخبار؟ ابو ادم سعادتك مات النهارده في السجن. الف مبروك. ده ايه الاخبار اللي زي الفل دي؟ اهو ده
خبر جميل. بقول لسعادتك الراجل مات. ما يموت ولا روح في 60 داهية، هو جوز خالتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقول لك إيه، خلينا في المهم. أكيد أدهم دلوقتي طبعًا يعني مفطور على أبوه. وبعدين هيروح ياخد العزا. صح ولا صح؟ لا ما أظنش سعادتك. مش ممكن آدم يخاطر بحياته وبنفسه كده وهو عارف إن إحنا أكيد مراقبين المكان. بالعكس، الموقف اللي فيه آدم عبد الحي دلوقتي موقف مش عادي. الخط نازل فوق دماغ أمه من كل حتة. الواد مطلوب في قضية قتل، وأبوه مات. يعني لا يمكن هو في الحالة دي ياخد القرار المظبوط، يعني كده كده هيروح وهيعمل عزا عشان ياخد عزا أبوه. يبص لقينا مستنيينه وفي استقباله. وبعدين بيني وبينك بقى، تركيبة الواد ده تعمل ده. جاي ساعتك. عموما احنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. هشام الطلعه دي مسؤوليتك. انا عايز المنطقه دي تتقفل صح. لو نمله دخلت ما تخرجش.